انطلقت الفهدة، انطلقت الفهدة على المركز الأول يا بوي. ولعها المشغوني، ولعها المشغوني، أشعل فتيل منافسة الشوط في الفترة الصباحية، ولكن شخصية، ولكن شخصية عادت، عادت شخصية مرة أخرى، شخصية والفهدة ومعركة صباحية شحانية على أرضية الميدان. يوسولو الله بن قطامي والمشغوني، بن قطامي والمشغوني، الفهدة والشخصية في معركة صباحية، ولكن أبناء سويحان مع المشغوني. سلام يا الفهدة، سلام، سلام يا الفهدة، سلام، ومشكور يا الجريء على هذه المواصيل التي وصلت إليها. الفهدة عبد الله بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني تختطف السيارة وناموس الشوط. المركز الثاني شخصية علي بن محمد بن مسعود بن قطامي، المركز الثالث صلال مع المركز الأول. الشقب الشقب الشقب، السلالة الغنية عن التعريف، الغنية عن التعريف من خلال الإنجازات والتاريخ المشرف اللي يحمل مع هذا، اسمع هذه السلالة. يا سلام، إنتاج أم الزبار، هذا هو الشقب على المركز الأول، ينطلق ويندفع، هذا هو جابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين، يبقي السلامة في الشحانية، هذا هو الانطلاق الأخير، الانطلاق الختامي، والشوط الأول الرئيسي يبقى في الشحانية، هذا هو شعار البريدي. وسلام للمصلال، سلام، سلام للبريدي، سلام، سلام للشقب، سلام، وسلام لأم الزبار، سلام، والإنتاج المميز الشقب، تهانينا والناموس. ترقص طربا وتعزف سيمفونية الناموس على الوتر الأول، تسير بهذا الانطلاق أيضا، ما شاء الله تبارك الله، بدأ الرقص هنا، بدأ الرقص هنا، بدأت من الانطلاق، بدأت من أيضا من البداية ومحافظة على المركز الأول، وهي تحافظ على الاندفاع الكبير. التوقيت الزمني أيضا في خطر، روح يا راعي كنز، حرك وروح، تهانينا، تهانينا من الأعماق، نزفها على ظهر كنز وإلى مالكه حمد بن محمد بن سعيد النابت المري. سلام يا المري، سلام، 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 سلام على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، أيضا إلى أهل الشحانية حمد بن محمد بن سعيد النابت المري. لحظات الوصول، التوقيت الزمني كما ذكرت أن في خطر بالفعل، كنز هي من يابت التوقيت. المركز المركز الخامس يصل نشوان لمحمد بن عبد الله بن محمد الفلاسي، لكن اعود مع مقدمه الشوط ومع فعل من البدايه، فعل مع المركز الاول سعيد بن محمد بن مبارك بن رمضان المنصوري يتواجد على مقدمه الشوط. الله الله الله، هناك اجناد للعبد بن حميد بن العبد المنصوري يتواجد مع المركز الثاني في تحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. والمركز الثالث، المركز الثالث الساد لسالم بن حمد بن دحبة العامري يتواجد مع المركز الثالث، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول. الله الله الله، إجناد مع المركز الأول مشاهدين الأعزاء للعبد بن حمد بن العبد المنصوري يتواجد مشاهدين متابعينا الكرام، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني الساد لسالم بن حمد بن دحبة العامري، مركز الثالث على البيت.
البداية على الصدارة، ولكن شوف القادم من غيرت في هذه اللحظات، غيرت مياسة سالم بن مبارك بن محمد بن حطب العامري، الله مع مقدمة الشوط، ولكن الله غدير غدير هنا مع الغفلي، الله مع اللحظات الأخيرة، الله يا المهندس هنا أيضا الغفلي ينطلق مع غدير خليفة بن بطي بن محمد الغفلي هنا مع اللحظات الأخيرة، سلام لأهالي المعلة، ولكن الخطورة قادمة، الله غدير غدير، ولكن الله الله مستحيلة، غدير 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 هنا مع اللحظات الأخيرة مع خط النهاية، غدير غدير واللحظات الحاسمة، الله غدير، سلام يا الغفلي سلام على هذا الفوز والانتصار، خليفة بن بطي بن محمد الغفلي هنا يظفر بناموسي هذا الشوط هنا مع غدير، وأيضا الشكر للوهيبي علي بن محمد، ثاني المراكز كان الوصول. المركز الثالث على الوصول من حفيد راشد بن خليفة بالمر النيادي يعود إلى الصدارة، أعود إلى بن قبعان مع المقدمة مع القيادة ومع انطلاقة مثير، يقدم لنا الإثارة، يقدم لنا هذا العرض الجميل والانطلاق المميز مع المركز الأول، الله يا بن قبعان، قبح بن قبعان وحظى على أيضا هذه السيارة مع انطلاقة مثير ومع تواجد هذا الشعار المنطلق مع الصدارة، سلام المملكة العربية السعودية، سلام ميدان الجزيرة على هذا الفوز المستحق، والتحية لعلي بن محمد بن حمد بن قبعان من قدم لنا مثير بانطلاقته بانفرادته، ما شاء الله هذا هو مثير، من انفرد بالسيارة وانتزع هذا الناموس المركز الثاني. وصل مشاهدي الكرام حفيد، المركز الأول ولكن المركز الثاني هناك لفدا لراشد بن محمد بن راشد الجربوعي المري، وتحركت في هذه اللحظات الوارية لحمود بن حميد بن ثابت الوهيبي، الله الله وصلت قناطة هنا في هذه اللحظات، مطر بن محمد بن دحروي العامري، ولكن العودة إلى المقدمة الوارية التي قيرت على الصدارة، الوارية اللي على الصدارة والمقدمة، حمود بن حميد بن ثابت الوهيبي، ثبت بن ثابت في اللحظات الأخيرة، سلام السلطنة سلام على هذا الفوز والانتصار الجميل، الوارية توارت على الأنظار في اللحظات الأخيرة وحققت هذا الفوز الجميل. سيدي حمد بن راشد بن حمد البريص المري والوصول، الوصول كذلك هنا ايضا القادم الظبي عبد الله بن راشد بن محمد بن حضروم الغفلي، ولكن يسلم الصدور شاهين من غير، شاهين من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، شاهين من انطلق على الفوز وعلى الناموس في هذه اللحظات، يا سلام لمبارك بن سالمين بن مبارك بن طماطم العامري على الصدارة، ومن الجانب الآخر التحدي والإثارة، هنا يأتي شاهين في هذا الانطلاق أو الظبي الظبي، ولكن تهانينا 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 لشاهين على الفوز، شاهين لمبارك بن سالمين بن مبارك بن طماطم العامري على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني من وصل مشاهدينا الكرام، هناك أيضا الظبي يأتينا ليه أيضا. سلام الريانة على المركز الأول على المقدمة على الصدارة في هذا الانطلاق،
محمد بن سعيد بن ناصر بن مشيت المري من ياتي ايضا في هذا الانطلاق الرائع والشاهينية. مساعد بن علي بن مبارك المنصوري ياتي المنصوري ياتي المنصوري لينتصر مع نهاية هذا المسار مع انطلاقة السلالة الشاهينية لتقدم العروض الممتازة. هذه هي الشاهينية تنفرد بالامتار الاخيرة. مساعد بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري مع الميتين متر الاخيرة تقدم العروض الممتازة. ما شاء الله تبارك الله. سلام الوثبة سلام سلام ميدان الوثبة سلام الشاهينية على هذه العروض الممتازة والأداء المميز بالانطلاق الرائع والجميل. لحظات النهاية لحظات وصول الشاهينية. تهانينا للمساعد بن علي المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الريانة محمد بن سعيد بن مشيط المري ثالث الصدارة وإلى المركز الأول مع الحزم وانطلاقة الحزم. يا سلام الله 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 الله. المركز الثاني هملول والقادم في هذه اللحظات على المركز الثالث. أتابع القدوم أتابع الأسماء والشعارات القادمة ولكن خلونا مع الحزم. يا سلام الحزم على الصدارة الحزم على المقدمة على المركز الأول. يا سلام بشعار سيف بن عتيق بن محمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي. يا سلام اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة 200 متر أخيرة ومن هذه اللحظات أزف التهاني والتبريكات لمالك الحزم سيف بن عتيق بن محمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي هو الحائز على المركز الأول. وسلام يا الحزم سلام. هاي لحظة وصول الحزم إلى خط النهاية معلنا للفوز والناموس المركز الثاني. وصلنا على المركز الثاني في هذه اللحظات. الاسم القادم في هذه اللحظات كيف يا كيف منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور على المركز العامري على المركز الثالث. ولكن القادم حامل رقم 52 وصلت في هذه اللحظات طاعه خليفه بن حمد بن محمد بن حمد المزروعي. ولكن اعود مع الصداره مقدمه الشوط. يا سلام الصداره مع شعار مع شعار كيف منصور بن صالح بن عبد الله العامري يذهب السلام الى دولة الامارات مع العامري عماري العامري. يا سلام يا كيف كيف مع الناموس كيف مع السيارة الناموس مع كيف. سلام العامري سلام سلام كيف سلام. تهانينا والناموس المركز الثاني كان الوصول على المركز الثاني مع طاع. أرى الوصول بهذه اللحظة هناك واصلا هناك قاصد طالب سعيد بن مرزوق العسكري. يا السلام المركز الثالث يصلنا مع هذا الشعار سراب ركاب محمد بن سعيد العمري. راح راح مع المقدمة راح مع أول المراكز. هنالك قاصد طالب طالب يا طالب يا طالب. هنالك بالفعل من غير وانتقل مع قاصد قاصد خير قاصد خير. سلام يا آل السلطنة سلام سلام يا آل السلطنة سلام. ابن زمان بالفعل مع قاصد طالب سعيد الذي طالب بالناموس مع المرزوق العسكري. تهانينا والف مبروك يا قاصد بالفعل حقق الانجاز. المركز الثاني كان من نصيب بالفعل السراب ركب. وصلت على ثاني الأسماء اللحظات الأخيرة الخمسمية متر الخطيرة. الله الله تسللت مذيار 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 صالح بن سلمان المغير العتيبي مع المقدمة ومع الصدارة. لكن المركز الثاني ثاني الأسماء
بن شخصية هنا حمد بن شيويح العامري، لكن المغيري الاعتابي راح بالنيسان. الله الله، السلام مذيار، السلام صالح بن سلمان المغيري، سلام، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت شخصية وحمد بن شيويح العامري المركز الثالث. ثالث المراكز، المركز الرابع ايضا، القدوم على المركز الرابع بهذه اللحظات من تتواجد على المركز الرابع. هناك من تاتينا لحيابة بن موفي، بن علي بن موفي الدوسري يتقدم مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي تراجعت الى المركز الخامس، ولكن اعود مرة اخرى الى الصدارة، الى القيادة، الى المسار الاول، الى التغيير اللي ترى وجره. الله 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 الله، يا الاندفاع، الله يا التحدي، الله يا الاصرار، الله يا القوة، ولكن التغيير، التغيير اللي ترى وجرة على مقدمة هذا الشوط من قبل نوف يا نوف على المركز الاول. عبد الله بن دخيل الله بن سلام القايدي يتقدم، وسلام يا القايدي سلام، تهانينا والناموس المركز الثاني من وصلتنا على المركز الثاني حامل الرقم. الرشدي من انطلقت على المركز الاول وعادت الطيارة، عادت الطيارة، عامر بن راشد بن مسلم العمري من انطلقت، وهناك الوصول ايضا هنا من زعفران عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي من تاتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا تعزيز عمر بن سليمان بن سلامة القايدي الجهني، ولكن سلام بدية، سلام على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا على فوز الطيارة العامر بن راشد بن مسلم العمري على هذا الفوز الجميل، تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز، شكرا يا ولد السهران على هذا الفوز الجميل. ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني، وصلت المتحدة علي بن حمد بن راشد بن سيف الراشدي، وهناك أيضا وصلت